السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عودنا من جديد بحلقة جديدة من فيو فايندر. نقول بسم الله ونبدأ حلقتنا. اوكي يا جماعة الخير، الحلقة الماضية خلصنا هاي المنطقة واللي هي تعتبر المنطقة، خلصنا التوتوريال والمنطقة الأولى والمنطقة الثانية، وحاليا احنا رايحين على المنطقة الثالثة ونقول يا رب ونشوف ايش راح يصير. سنتوجه إلى مكان عمل مهندس ماهر. اوكي بشكل سريع جدا. شوف والله متحمس لأنه اللعبة فيها شغلات فوق الخيال. اوكي فوق الخيال حرفيا. هذا القط عن جد اسطوري يا جماعه. وقت اللي بنحشر بيعطيني تلميحات هيك من شوي عن هيك من جنب لجنب، عرفت شلون؟ بس هلا رايحين احنا على المستوى الثالث. رجاء ابقاء ذراعي والارجل داخل المركبه. اوكي عمول انه لازم الاقي شيء مفيد هون. اتوقع انك رح تلاقي شيء مفيد هون. فالله اعلم ايش رح نلاقي هون. اوكي وصلنا للمحطة الجديدة. واحس انها حتكون صغيرة. والله هي شكله صغيرة. طيب هاي المستوى التالي. في عنا هون الكهرباء ما قلنا شغل فيها، بس قال انه لازم الاقي شيء مفيد هون. فخلونا ندور ممكن نلاقي شيء مفيد. اختيار المرشح ما ادري ايش هي، بس هون ماني شايف شيء. هي لسه مغلقه هون. اوكي في جلوس هون صح؟ يب ما لي شيء بالجلوس. اتوقع يب في طابق ثاني. حلو معناته هلا عندنا مستويين صار جيمين، وعندنا هون الثالث. حلو ويفترض انه عندنا رابع. خلونا نشيك بس اول شيء اذا في شيء هون ضروري كان ناخده. اوكي ما في شيء. اوكي هي الرابع، هي الثالث وهي الرابع. حلو 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 معناتها بس اربع خمسة. حلو خمس. او وات ذا هاك. لا تلي في ستة، لا تلي في ستة، والله في ستة. اوكي بس خلاص متأكدين جواب نهائي ننزل نبلش. اوكي شكله ما في اشي هون اتوقع. فعلا الاغلب يكون يعني الاغراض داخلها من جوه داخل المرحلة. طيب نقول بسم الله ندخل اول مرحلة ونشوف ايش رح نلاقي. بسم الله. المرحلة الاولى كانت تجميع الصور، يعني نتحرك عن طريق الصور اللي هن حاطين اياها. الثانية كانت انه نلقط صور نحنا ونطبق صور. اوكي هل من اشياء مفيدة هنا؟ اوكي التقط. هي ايش العناصر؟ مقالب مدري ايش. اوكي مو مشكلة نتحرك نحنا. اوكي في طريق قدامنا مكسور. Do you hear that? يا عمي فكنا. اوكي حلو نفتح هاد. اي اول ضوء، هاي الثاني والثالث. اوكي لازم نفتح طريق من هون. هاي ايزي بيزي يا زيزي. هيك ايوه بس سوينا طريق جديد. نايس يا عمي فخامة. بس لو بيخلوا اللاعب يركض بشكل اسرع رح يكون الوضع مرة خرافي. اوكي حلو سوينا الجسر ممتاز. هسا بنقدر نعبر. السلام عليكم كتخوتي. Well done. Well done. انا مخزن انت اشياء بشكل سريع. اوكي بطارية كالعادة. بدنا تنتين. شوفي عنا هون هاي شو بطارية. لا والله هاي غرفة جلوس. هاي غرفة جلوس. طيب ماذا يوجد لدينا هنا؟ كم ما في شيء. بس اتوقع انه الفكرة بغرفة الجلوس هاي. اتوقع انه ممكن يكون فيها او بيت جديد. فينا نقول فينا نفتح، فينا نفتح مكان جديد. كاميرا بيج دريم.
إذا كان الشيء اللي شايفه أنا صح. Oh, you found it. A camera, portable Ooh. And with instant film to boot. A smart way to travel around here, and a powerful way to store data. I can't. وسيلة ذكية للتنقل وتخزين البيانات. Myself. Okay. If I had thumbs. Okay. اوكي 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 كيف فهمت؟ عطني عطني واحدة ثانية يا سوا. ايوه. خلاص. والله ديو. والله ديو يا ولد. ليتس جو، ليتس جو اخيرا اخذنا الكاميرا، صار اي شيء بنصوره، اي شيء بنصوره يا جماعة بنقدر انه نتنقل من خلاله، اوكي هون بنقدر نتحرك. نختار بياناتهم يعني عرفت شلون؟ طيب نقول بسم الله وننتقل على المرحلة الثانية. اوكي. رجعوا اعطوني 5 صور، حلو معناتها كل جيم رح يعطوني 5 صور مختلفة. في عنا هون مكان ثاني. كيف لازم نوصل له؟ والله شوفوا ما ادري بس اتوقع انه هو طريق مقلوب، اوكي؟ يعني لازم بس نشيل نجيب هاي الصورة هيك. تمام؟ ونحطها نقلبها نخليها مثل ما هي نقلبها هيك. ما ادري ايش اللي طاح او هل انا خربت شيء او لا، ما عندي فكره، بس هي حاطين لنا الشرح تبع الكاميرا وامورنا اوكي. اتوقع انه لازم نقلب شو اسمه الترمينال. نايس. كفو كفو يا عمي، هون في مخ، هو في ذكاء، هو في احتراف. بس اوكي في تليفون هنيك عم يرن ولازم نروح عليه. شوف هل يمديني اطلع من هون؟ بقدر اسوي طريق. لا 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 بدي اسوي طريق لهنيك ولازم اسوي طريق لهنيك، بس اتوقع انه الطريق هو نفسه هاد. اتوقع هو الطريق هاد صح؟ يا ولد والله يمكن هو، اصبر بس انا منين بدي اخذ له صورة؟ من هون هيك ممكن. اصبر. صح 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 هيك. بعيدا جدا. بجرب بالله هيك. ايوه ممتاز. بدي اسوي طريق لهنيك، نروح نرد على المكالمة. اللي بعده اعطيني سريع. حلو، تليبورت فوق فلازم اسوي طريق لفوق. تمام. لازم اسوي طريق لفوق. وهي شنو؟ اياك واطعامه. The most elusive indeed. Was that the only reason you came? I saw that. والله ما أدري. تعال يا ولد. روح بس. انقلع. أخذنا achievement إنه وقعناها. طيب هسا لازم نسوي طريق لفوق. اصبر خليني أشوف إشي هون. نقدر نصوره. شكلنا بنصور أي شيء. هو صور الدرج. اصبر والله الدرج فكرة الدرون. اوه ماي جاد يا ولد يا ولد والله رهيبة اللعبة قسما بالله، بتخلي خيالك يتسع بشكل حرفيا. التقط الرسم. اوه مستحيل صح؟ سيليون was always fond of games. ها؟ جماعة. اوه ماي جاد. يلا طيب غير معلم، شو في عندك؟ هات لنشوف. شو اسوي انا هسه؟ وين؟
وين راحت التليبورت يعني؟ اوكي اوكي اوكي. طيب هسه كيف بدي اسويها انا هاي؟ بس حطيناها هيك او احطها هيك. الله قسم بالله ما خطرت في بالي يا شباب، تصدقوه والله ولا خطرت في بالي انه ممكن تكون هيك. اصبروا التليبورت جوا مسكر عليها صح؟ يب مسكر عليها. طيب يا تبا معناتها في اشي هون. اوكي البطارية، هاي البطارية كم وحدة نحن نحتاج؟ اجوا في وحدة صح؟ لا بدنا تنتين، معناتها هي وحدة وبدنا التانية، يعني لازم نلقط لها صورة. تمام هاي اول اشي. التاني اشي لازم نجيب هاي. ايوة هاي كيف نجيبها؟ وهي كيف ننزلها؟ شوفوا لهد الان انا ماني عارفان هاي منين شلون تنجاب، بس شكلي بعمل لها هيك. شوفوا ماي جاد. طيب طيب انا احتاج واحدة تانية. تمام فخلونا نجيب هذول التنتين. اوكي واذا قلنا عملنا هيك المشكلة ما راح يفتحوا لي طريق، فخلوني انزلهم هيك. ايوه واحدة جوا وواحدة هون. طيب هسه بس افتح طريق مثلا، افتح طريق هيك لو سمحتوا. اوكي لا ايوه اوكي هاي واحدة هاي الثانية. صحيح اني خبصت بس اوكي يعني زبطت معنا اخيرا. صحيح اني خبصت بس زبطت والله. اوكي عدنا على البيت فلازم نطلع لفوق هسه. هسه نطلع على المرحلة هاي صح؟ يب. هذا ما احبه في المحاكاة، وانا احب المحاكاة وربي. تصور هيك في الحياة الواقعية يعني عن جد يكون في هيك جهاز انه يدخلك بال شو اسمه. تعنين على ربحك 20 جنيه يعني عليك عدم اعتماد الامر. اها اوكي طيب انا انتم مسكرين علي الطريق فانا بفتحه خوا. انا بفتحه خوا هوا. طيب بسم الله. ايش عليك توقف الافصاح عن تخمينك. بلشت تصعب يا شباب. او بالاحرى لا لا ما في انتهيتها من اسهل تصميم التو. قصة الصور يا جماعة ما عاد في صور لا نهائية. بليز ايوه ايوه صورتين صورتين خاصة انتهى من حساباتك اريدها مدري ايش. حل عنا حل عنا والله خرشت يا ولد. طيب هات 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 هيك. هل تنحسب هيك؟ يلا ليتس جو. اوكي معاي صورة واحدة شايفين؟ فما لازم اني استخدم الصور، ممنوع التصوير. اسكت. He often complained that it got in the way of his work. I was always confused by that. Araya used to tell me that breaking things was a part of learning. معاي صورة واحدة. هنيك ما بعرف إذا في صورة أو لا. بس لازم اني اجيب تنتين في صورة واحدة شلون؟ انا حبيب الاضافية تجربة النصبة. اوكي طيب بالحل لازم اجيب هاي المنطقة كلها صح؟ هيك احطها من هذا الطرف. مستحيل يا ولد. لا انضربت انضربت. اصبر نلتقطها الحفة الحفة هيك عشان وقت نحطها ما تاخذنا من الارضية. يب شايفين هيك احسن. طيب حلو هون في شي صور. نعلم جميعا ان الشخص انك الشخص المقصود. طيب الفكرة وين؟
انا بدي صورة ثانية انا. اوه لازم اجيب هديك، لازم احطهم مولناح بعض عشان اجيب التنتين. اوكي اوكي يب ممتاز ممتاز. هاي البطارية الثانية ايزي يا ولد، ليتس جو. اوكي معانا صورة واحدة، هون ما في صور. بدي احاول اتفقد الوضع، بده انه معقد للغاية. This one is quite complicated. والله هي تمثل من السبعين شوي، يعني هي معقدة ما اختلفنا، بس ممكن اقدر اجيبها. اوكي ممكن اقدر اجيبها، اصبر. اذا حطينا هاي هون تمام، ورحنا لقطنا الصورة من هون تمام، هلا حتجي معانا التليبورت. اوكي لا هي شلون اساسا؟ لا 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 اصبر، اتوقع هيك لازم نلقطها. يا ولد انت المعقد يا ولد، والله انت المعقد يا اخي، فك هنا شرك بس. لا 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 بس روح هنا، روح انت المعقد بس. المعقد هذا يا شباب ما بيعرفوا انه هون في مخ مو صندوق بويا. اوكي ليتس جو اللي بعده جيب. اذا شغلنا هاي، هاي اشتغلت بس الفكرة. اوكي ايزي الفكرة، they were all so creative. على فكرة ايزي مرة الفكرة، ايزي مرة يعني ايزي مرة على فكرة. اخ بس اخ اي واحد، هذا مدهش لك، انا المدهش على كل حال. طيب شغلناها، شوفوا هاي فيها كلا، ما فيها والله ولا شيء، والله ولا شيء يا شيخ. ها جيب بس، وبعد قطقوط قطقوط ليش ده ببعد. والله يا جماعه ولا شايف له ولا فيديو قسما بالله. اوكي كلياتها هي عم فكر فيها هلا، بتجيني هيك سريع. انتهى الامر، مرحبا. وين انتهى الامر يا بنت؟ هاي جدا صعبه شكلها. اوكي هي والله خطيره هي يا شباب، والله هي خطيره عن جد. يعني شو اسوي هسه؟ ما في تلميح، ما في تلميح يا ولد، ما في تلميح. ولك انزل انزل من هون. والله ما طلعت اساسا. معي ثلاث صور. اوكي 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 معي ثلاث صور، فشكلي لازم اصور وشو اسمه اعمل لهم ميكس، يعني عرفت شلون؟ اجمعهم في بعض. ولا والله 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 اصبر، فهمت. نوبز نوبز. شوفوا يا عمري يا عمري، انا روح 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 ايزي. يا طيب السلام عليكم. اذا نزلت لتحت معي صورة واحدة تمام، والله والله بعيدة كيف هي. طيب خلوني انزل بس اشيك. اوكي في صورة،
اوكي اتوقع اني فهمت يا شباب. اتوقع اني فهمت، لازم اسوي ارضية. يب يا عمي والله ذكاء ذكاء يا انا. بس خلصة. لا ما خلصة. لا لا كم صورة كان معي؟ واحدة صح؟ فهمت فهمت. اول اشي مشغل هاي. تمام نرجع من زين وناخذ الصورة ونرجع من زين. ايزي ايزي معلش كيف انت شو نتو بالتفكير. اوكي خلصت. اي والله اللي بعده ليتس جو. هناك عديد من الذكريات مخزنة. فوت عطني من الزبدة على السريع. طيب معنا ثلاث صور وعنا اتوقع اشي جديد. اوكي خلونا نستكشف اول اشي هون. ركن التأمل خاصتك ولد ولد يا التأمل. طيب معقول هيك؟ معقول؟ اوكي لا انقطع انقطع الارسال. طيب ارجع. انا عم بعمل كنترول زد مشان ارجع بلحق. اوكي ما بلحق. اوكي فهمت. اصبروا لازم افتح بس طريق. ارجع ارجع. اوكي بس ايزي. بسيط ولكن مميز. If you have one, of course. اوكي. اوكي. شوفوا الفكرة وين؟ إنه هلا مو انقطع بس في توصيلة هون. المفروض إنها تكفيني. يب. 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 يعني مثل تخزين مؤقت للشيء اللي انا بسويه. شوفوا معناته هون لازم اخذ صورة اقلبها تمام اشحن وارجع اقلبها. طيب التقط المخططات. اخذنا اتشيفمنت بس لا انا لازم اسوي اشي هيك. هي اول صورة صح؟ كم معي صورة انا؟ اصبر معي صورة ثانية فلازم هسه اقلبها هيك صح؟ المفروض تمام اشحنها والقط صورة للمشحونة تمام عشان وقت اللي بدي افك الشحن عنها هيك اقدر اتم ايزي. مع اني خربت ام الدنيا وراهن بس نو بروبلم. اوكي واتوقع يب 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 بس شي شيء كمان في شيء. اوكي هلا بنعمل هيك على السريع بناخذ الاخضر تمام. هسه هي نفسها بنقلبها هيك وبنركض على السريع ايزي. سرعتك مدهشة. التقط البطاقة. هاي. اوه. This is so fascinating. I've always wondered about your world outside. I must know. والله رائع عن جد. حاطيني هاي هون بس. اوكي جيب. No problem. طيب. معي خمس صور تمام. هاي
المشكلة هي إذا قلبناها رح تصير لفوق، تمام؟ هي إذا قلبناها رح تصير لفوق. طلعت أذكى منكن. ما أدري والله يا شباب، بالله عليكم شوفوا إنه هل أنا الحلول اللي عم حلها هي نفسها أوكي العالم يعني أوريدي حلتها هيك، ولا أنا الشغلات عم تخطر في بالي فورا عم بسويها والله يعني حتى بدون ما أفكر إيش عم بسوي. هاتوا فعلا هذه الإجابات يعني سواء يكون في حياة حقيقية وعندي هيك آلة ولازم أتخطى العقبات. والله عن جد دايم، عن جد عن جد دايم. أوكي أتوقع إنه هي آخر مرحلة بهذا المستوى ومننتهى، وما معي صور. كأنه هي 3D. اه والله 3D صح. اي والله طيب هسه انا كيف اطلع لو سمحت يعني؟ ما هو لازم اوقفها حتى تصير صورة. الو شفتوا ايش صار؟ يا سلام. يا سلام على الدنيا. يا سلام. It's a bit clever, isn't it? Siu Young was always fond of games. A good puzzle to keep himself busy. His workspaces were... شلون هيك؟ شلون هيك؟ والله ما فهمت عن جد سدو. بس كانه يعني رسم 3D من بعيد بتشوفه انت انه مسكر وبيطلع. لا هو شيء حي يعني هيك احس. نشوف هسه هون ما عاد في مشكله. طيب معناته لازم نشيك اذا هل كل اشي حقيقي ولا في شيء افكتات. اوكي اوكي هاي هاي صورة مو حقيقة يا ولد يا ولد. لا لا ما فكرت انه راح يخلوني اطير، طلع حاطين طريق. مثلا قناه خاصه بالليجند. اوكي. اطلع. اوه شفتوا العواميد اللي هنيك؟ اول ما ادخل من الباب يمين يسار وارجع بالنص، اوكي. من هدول. طيب. اول ما ادخل يمين يسار واطلع هيك. شلون؟ والله ماني غلطان على فكرة. شوفوا. اوكي اول ما ادخل لازم اروح فورا يمين يسار. اوكي اوكي اوكي. اوكي هيك هيك. هيك هيك ايوه فتح الطريق. نايس عجبتني الفكرة، الفكرة الجديدة عجبتني مرة. رجعنا على البطاريات، ما عندكم شي غير البطاريات انت. اوكي الخزنة بي واحد، الخزنة بي واحد. اوكي هاي طلعت صورة يا طيب. اوكي توقعت في عنا صورة هون، في عنا هون طريق. طيب هسه انا شو اسوي؟ اذا هاي صورة معناتها انا غلطت صح؟
يب انا غلطت، لازم ما اروح عليها. اوكي طيب اوكي، هاي الصورة بنقدر نزتها من فوق زت يعني مس... ايوه هيك هيك والله، هي هيك هي هيك اساسا، هي هيك اساسا. ممتاز، تم فتح مرشح جديد للكاميرا. انا سبيشال يب، انا عجد سبيشال الحمد لله. طيب معناتها صار فينا ننتقل على المرحله الثانيه. يلا يا جماعه الخير، تقني هون رح انهي حلقتنا، اتمنى تكون عجبتكم، استمتعتوا فيها، نشوفكم بحلقات ثانيه. سلام عليكم.